بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم رسائل صحية. هذا البرنامج الذي يطول عليكم يوميا عبر شاشة القناة الثالثة الرياضية من دولة الكويت، والذي نتطرق فيه للعديد من المواضيع الصحية والغذائية والرياضية، فإن شاء الله تكونوا متابعين ومستفيدين معنا في نفس الوقت. ونكمل حوارنا مع ضيفتنا دكتورة عنود سميت، أخصائية التغذية العلاجية. حياك الله دكتورة عنود. يمكن بالحلقات الماضية تناقشنا على عدة مواضيع، بدينا بتغذية الأطفال، بدينا بمشاكل المجتمع، بدينا بالطلبات، بالوجبات، وعرجنا بعدين على الأكل الكويتي وبعض التغييرات اللي ممكن نسويها. ودي أخصص حلقة اليوم على بعض النصائح الخفيفة. دكتور، أنا من إيش الجمعية؟ من العربانة أقدر أحدد هذا بيت صحي، هذا بيت مو صحي. في عربانة ما شاء الله كلها شيبس وبطاطا ومشروبات غازية وكاكاوات، في عربانة فيها أفوكادو، فيها بروكلي، فيها موز، فيها تفاح، فيها لبن. فأنت بالجمعية أول شيء، من يروح الجمعية؟ أنت؟ أي ساعة أنا أروح؟ أنت تروحين؟ شنو فيها عربانة؟ شنو أكثر الأشياء اللي فيها؟ أول شيء أنا شوي طبعي غير، أنا أخذ فقط اللي أحتاج له قدر الإمكان. أحط بالنوتس الأشياء اللي أبيها وأخذ. ليش؟ أولاً ساعات أشتري أشياء، يعني أو مو أنا غالباً، يعني اللي عارفه إن في ناس تأخذ تروح الجمعية ترد نص اللي تبيه ما أخذته، وتأخذ أشياء اللي تأخذ أشياء اللي تشوفها أو اللي مثلاً حتى مو محتاجت له. فلا، هو لازم يكون في بلان قبلها، في لستة نكتب احتياجاتنا اللي نبيها. تكون بالذات يعني بعد هو في سمارت شوبينج، حتى إنه هو نأخذ أشياء مثلاً، نقول خضار وفواكه يفضل إحنا نأخذها أسبوعياً، ما أخذ وايد، أخذ شيء بسيط فحسب المنتج إذا ينتهي بسرعة ولا لا، أنا في عازلة ولا لا، عندي في البيت أشيك أول في البيت في منه ولا لا. هل أنا أقول لك اللستة تكون بناء على اللي عندي في البيت واللي خالص أسجله وأروح أشتري، لأن مثل ما قلت لك في ناس تروح تشتري أغراض ما تبيها ترجع البيت تلاقي أصلاً موجود عندها أو ما تحتاج له، أو يعني يتكود عندها وينتهي وتخلص منها. فيفضل أن الواحد يكتب لستة. اللستة ويروح يمكن ما يروح يوعان، إذا راح يوعان خرب الدنيا. وطبعاً ساعات تصير فيني، فأنا بالجمعية يمكن أخذ لي شيء أكله وأنا أخذ أغراض، يعني فهو يفضل أنه ما يروح الواحد يوعان. صح. طيب دكتورة، أنا ودي يعني أتكلم عن أشياء حقيقية. بيتك شنو السناكات اللي موجوده، وشنو تحرصين ان تكون موجوده حوالينكم، الاكل حوالينكم؟ في كذي وفي كذي، يعني في مكسرات، في ساعات تكون في فاكهه، وفي اشياء ثانيه ساعات بسكوت كاكاو، حلويات بعض الاحيان، يعني الواحد ما يحرم نفسه ياخذ له قطعه او قطعتين، مو ممنوع شيء، كل شيء موجود وكل شيء نقدر ناكله، بس نحاول ان نقلل منه. يعني لص اشياء مفيده. اي يعني تم. في اشياء في مفيده، في اشياء مو مفيده، لكن احاول اني انا اغلب الاوقات تكون المفيده. طيب اذا جينا على موضوع الطلبات والاكل، هل انت تنصحين ان الاكل بالبيت طبعًا. او من برا؟ يعني شنو النسبه اللي تظنينها؟ يعني اوكي احنا ساعات نحب ناكل من برا، شو النسبه اللي تحسينها مناسبه حق الاكل من برا والاكل من البيت؟ يعني انا أقول لما نطلب من المواقع هذه يكون وقت ضرورة، أنا مثلاً طلع لي ظرف الحين مضطر مثلاً أقعد بشغلي أكثر، فأكل البيت مو متوفر، أضطر أني أطلبه. مثلاً صار عندي ظرف طلبت أكل، أفضل أن أكل اللي أطلبه من المطاعم يكون يعني عند الحاجة والضرورة، وأغلب الأكل يكون من البيت. يعني حتى لما يجون ناس ساعات أقول تبون أكل بيت ولا لا، فأكل البيت اكيد ولو باخذ من برا، نخي، باجله، هريسه، هذول الاشياء اي هذه اشياء مفيده، جلايسيميك اندكس مالها مو عالي، ما ترفع السكر، ما فيها دهون وايد، يعني بس هم ما اقول لك يعني ما فيها حرمان، ماكو حرمان، لكن قدر الامكان نحاول ناخذ. بدا يمشي هذا اصناف وخرج الجمعيه، اي يلا طلعنا من الجمعيه في هذا الفرع. انا اعتبره اصح مكان الجمعيه كلها. طبعا خذينا جولة بالموجود، يعني أول ما تدشين هو حاط اللست، هو كل شيء عنده زين، دهوم، نخي والباجلة والآش والعدس والهريس واليريش، هذا الموجود كلهم قمح، وكلهم فيهم بعد بروتين وخضار، الآش مثلاً فيه كل شيء، فيعني ممتاز، ولا يرفع الكوليسترول أو ما في دهون ضارة، ولا في سكر عالي وبروتين. فيعني هذه وجبة وفرش ورخيص ولذيذ، يعني قاعدة حلوة تراديشنال كذي تقليديه وايد حلو فصل الشتاء. طبعا دكتور نقول لكم اكتبوا نخي بمجله فصل الشتاء. خلينا ناخذ فاصل قصير ورد نكمل في هذا. و
رجعنا لكم بعد الفاصل وحديث متواصل مع الدكتورة عون دسمية أخصائية التغذية العلاجية، وكنا قاعد نتكلم يعني أشياء حقيقية. نعم. ما نبي يعني نظريات تغذية، وإنما يعني أشياء في مجتمعنا الغذائي. دكتورة زين، أنت لما تروحين زوارات أو كذي شنو تأخذين معك أو شنو تطلبين يعني شنو تأخذين معك؟ أنا هذا ولما أروح مكان أول شيء يقول ترى إحنا بناكل، أول شيء يقولوا لي عارفين طول كلوا عليكم بالعافية، أنا كاني معاكم وباكل أكل ماكو مشكلة. يعني أنا بالنسبة لي لأني مو كل يوم أكل هالأكل، يعني مو كل يوم أكلي بوفيهات ولا وجبات سريعة، فما يأذيني، ما راح يضرني يعني. أو أعمل حسابي مثلا قبلها بيوم أكون مخففة، أو عقبها بيوم أخفف أزيد الحركة شوي، يعني أعمل حسابي أني بهاليوم بستانس، لكن أنا يعني دايرة بالي أخذ معي. يعني مرات يكون شيء صحي، مرات يكون شيء مضر، يعني مثلا سويت ساعات يكون معي، ساعات يكون في أشياء صحية. يعني أكل الحين أنا ما أدري شنو اسمه، ساعات تصير الراب في الأكل تشاينيز أو شيء، تكون سلطة والراب بشيء بالخضار، أي فيكون رول، فيكون رول فيجيتابلز وايد حلو، طعمه لذيذ وشكله حلو حتى في التقديم. يعني في اختيارات بس الواحد يدور. إيه تمام. أنا جت فترة أجيب حق ربعي تمر، بس انزعلوا قالوا ما ترى فيك نافع في كيك يعني. إنزين ترى في حلويات تكون فيها فاكهة مثلاً أو فاكهة أي يعني نقدر نستخدمها. الحين يسوون حتى الدب يصير الفراولة والدب شوكولت، ماكو مشكلة على الأقل في فروتس يعني. طبعاً يا ريت الدب يكون دارك. أي طبعاً أخبر طبعاً أكيد. طيب دكتورة يعني في ختام، يعني عندنا تقريباً 3 دقائق، الشق الثاني بالصحة اللي هو الرياضة. طبعاً أنتوا كخصيان تغذية أكيد راح تكلموا عن تغذية، كسرة سوي رياضة، وشنو يعني بعض الكلمات عن تشجيع الرياضة خاصة في مجتمعنا اللي يعاني من السمنة صح والكسل صح، سواء صغار أو كبار. إحنا الرياضة أنا تيني أوقات أكون ملتزمة وساعات ما أقدر ألتزم، بس شو أسوي؟ أحاول قدر الإمكان أركب الدري، ما يعني أشوف الأسانسير عدوي، يعني أركب الدري، أصفط السيارة بعيد، إذا صار أي شيء أحاول أنا أتحرك في البيت، ما أطرش أحد، قدر الإمكان أزيد من الحركة مالتي. أما الحركة يفضل إنه يكون في على الأقل نص ساعة، 5 أيام بالأسبوع، والحين الجو حلو نطلع برا، لا كسرت الشغولة حتى بدون ما تكسر الشمس، جو يهبل يعني حتى صحيح. العصر عقب الغداء بعدها بشوي نطلع نتمشى، الحين الممشى موجود في كل منطقة. زائد شنو قلت لي؟ يعني أقصد أنواع الرياضة اللي تسويها. يعني إحنا شنو، في ناس مثلا إلا جيم، الجيم وناسة بالعكس هو يمكن يشجع لأنه معك جروب. نعم. معك ناس تشوفهم، معك نعم. مدرب ممكن يشجعك، يعني ما تطلع إلا أنت مرتاح ضميريا أن أنت سويت التمرين اللي عليك، طبعا يشجع، لكن مو شرط الناس تكلف وتروح ومشوار وتغيد فيه. أي حركة تزيد من طقات القلب، ضربات القلب، وحس الواحد بالمجهود هذا والنفس أنه يعني ياخذ نفس أكثر، هذا المطلوب. فالتوصيات شنو؟ 30 دقيقة، 5 أيام في الأسبوع مينيمم، هذا يكون هذا زين حق صحة القلب ويساعدنا ان احنا نسوي كنترول على الوزن، هذا اقل شيء نقدر نسويه. نعم. انا يمكن كطبيب عائله اعاني من النساء ان ما يسوي الرياضه الا يبون يضعفون. أيه. يعني يظنون ان الرياضه بس حق الضعف. هي الرياضه تساعد طبعا، والرياضه يمكن تنزل الوزن اسرع، يعني تشجع اكثر على نزول الوزن، بس احنا نحتاجها لللياقه. يعني احنا على قولتك قبل شوي ذكرت في حلقه سابقه ان المراه بعد ال40 يمكن تبلش عظامها تعورها، ركبها وغير، ماكو لياقه، فاحنا نحتاجها مو بس حق الوزن، نحتاجها حق الصحه، يعني صحه القلب، العضلات. في دكتور اعتقاد خاطئ يقول ان شغل البيت رياضه، الحجيه إيه انها ان هي بالبيت اوكي قاعد انا لا مو للاسف، يعني هي زينه انك تحركين العضلات اوكي تعطيك مرونه وكذي، بس ما تعتبر رياضه. الرياضه لازم تكون منظمه، يعني فيها طقات القلب تزيد، يعني لها اشتراطات معينه، حراره الجسم ترتفع صحيح. تحس ان انت قاعد تبذل مجهود، هذه هي الرياضه المقصوده صح. ولو كان شغل بيت رياضه كان ما لقينا حجي عنده خشونه وعنده سكر وعنده ضغط وعنده زياده وزن. دكتور اشكرك جدا يعني على مدى يمكن 5 حلقات صورناها معك، تناولنا عده جوانب وخاصه التغذويه الخاصه في مجتمعنا الكويتي وخصوصيه المجتمع الكويتي، وشان نصايح الدكتوره تطبقونها، اهتموا باكل الصغار، اهتموا باكل عيالكم، حافظوا على الطلبات، سووا نظام، اكل مموش او معدس مرتين بالاسبوع بالجمعيه، لازم يعني الشوبينج ليست تكون موجوده واختياراتكم صحيه، وكل هذه النصائح. اشكرك جدا دكتوره، شرفتينا ونورتينا. شكرا وشي، وصلنا لنهايه حلقه اليوم، نشوفكم ان شاء الله غدا في نفس هذا الموعد، مع السلامه.